عندما قرر سمير جعجع أن ينتفض على سيطرة آل جميل على قرار حزب القوات، عاطيا تحركه بعد ثورة الفلاحين على الإقطاع، دغدغ الشعار كثرا ممن كان وعيهم السياسي في مرحلة التكون. كان جون عزيز واحدا من هؤلاء، فصار ناشطا سياسيا في القوات اللبنانية ولو من دون بطاقة، ليقدم طلب لجوء من السياسة إلى الصحافة كما يقول دوما عام 94 بعد حل القوات وسجن جعجع. كتاباته في مجلة المسيرة التي كانت قد تحولت إلى فسحة التعبير شبه الوحيدة المتاحة في حينها للحزب المنحل، جعلت بقعة الضوء حول اسمه تكبر رويدا رويدا. فالتقى ميشيل عون في فرنسا عام 96 وأصبح منذ عام 2001 جزءا من لقاء قرنة شهوان الشهير، والذي كان أول تجمع سياسي يطالب بالانسحاب السوري من لبنان. القواتي في الزمن الصعب أصبح في زمن جني الثمار خارج الحزب بعد لقاء يتيم مع سمير جعجع الذي كان على وشك الخروج من سجنه من وزارة الدفاع، ليبدأ رحلة الاقتراب من خصمه الأبدي ميشيل عون. مساء الخير، هو يومهم. رحلة بدأت بتعيينه أول مدير أخبار في قناة الأو تي في، وانتهت بتعيينه مستشارا للجنرال بعد وصوله إلى قصر بعبدة. وما بين المنصبين كانت كتاباته في جريدة الأخبار قد رسخت صورته لدى جزء كبير من القواتيين كواحد ممن نقلوا القلم من يد إلى يد. قليلة هي المرات التي التقيته فيها سابقا، وجميعها كانت عابرة، لذلك كانت الحماسة عالية لهذا الحوار مع الرجل الذي كلما خذلته السياسة لجأ إلى الصحافة.